اويلي ما تقولش لي باقي ناس. لا لا فايق فايق. واش انت عندك العرس ديالك اليوم وباقي ما فقتيش؟ وجدتي العروسه بيت الناس ديالها؟ واجد خديتي لها مرايه كبيره فاش تماكي. واجد هما المعلمين خدامين كيركبوا فيها. وجدتي كومبلي بعدا وصلحتيه؟ لا مصبن ومصلوح. خديتي شي لون زوين؟ عندك تكون خديتي شي لون مشعشع تضحك فيا عباد الله. لا اللون هو اللي كاين في طوندونز دابا الاخر. يلا توكل اخويا راه نهارك هذا. انا ان شاء الله مع الثلاثة غنكون في المطار انا واسراء. ويلي قلتي لي غتجي بوحدك؟ لا ما بغيتش نخلي اسراء هنا بوحدها. علاش كاين شي مشكل؟ كاين. لا زعما مرحبا بكم. غيبقى فيا الحال واحد الدرجه ما صافي كل شيء فني كيش مزيان ماشي توحش يعني الدرجه بالزهر تيكون ما جيتوش كان غيبقى فيا الحال واحد الدرجه خليك اخويا خويا مزيان عليكم هاد الزويجه بالصحه والسلامه. الحمد لله دخلات بالصحه والسلامه. ايوا تهلاو في بعضياتكم الله يتاويكم الخير. امين. البنيه عندك تبارك الله مثبته ومرزنه ما كدوي ما كتكلم ديما هي بحال هكا. ايوا نخليكم هاد الساحه بنتي يلا نمشيو يلا نشدوا الكار. الكار وعلاش الكار؟ طالع على قادير عندي واحد شهر هنا غنمشي نقاد لها شي اوراق وغادي نرجع. يوم اللي جالسه شهر بلا ما دي اسراء تسخسخيها معاك غير خليها معانا مونسانا. ايوا من اللي لصقتيني والله ما نكبرها فيك وانت عروسه جديده. ها هي معاكم. شوفي اسراء عندك ديري لي بيتي طونطو المدني وطاطا حياه صافي يلا بوسيني. سلام اخويا المدني. نوصلك الباب. السلامة ربي خليك تهلا في بعضياتكم. مالك؟ انت ديجا عارف القانون الداخلي، انت اللي مازال نازلة جديدة في هذه المؤسسة. أولا هذاك الشيء ديال أنا غدا عند ماما جاي من عند ماما نساه يا بابا. ثانيا إلا ما كانش طونطون المدني في الدار أنا هي الراجل ديال الدار واخا يكون كاع أنا هي الكل في الكل. ثالثاً وأخيراً غتراعيو الناس السيليباطير اللي ساكنين معاكم في الدار مفهوم؟